السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. اليوم عندنا لكم مقارنة جميلة بين سيارتين من الصانع الأوروبي والألماني بالأخص، BMW على اليمين 3 سيريس X درايف 320 i موديل 2023، وعلى جهة اليسار عندنا المرسيدس سي كلاس سي 200 موديل 2023. كلا السيارتين متنافسين مع بعض بشكل جدا قوي كمواصفات، كقوة، كمحرك، من سنين طويلة إلى يومنا هذا. حبيت أسوي مقارنة صراحة لأنه يعني فعليا في منافسة جدا شريفة. سيارتين قبل كل شيء، كل فئة أو كل صانع يختلف في المواصفات اللي تتوفر عليه، ما في شيء اسمه فول كامل، ما في شيء اسمه ستاندرد أو نصف فول، كل شيء على حسب الطلب. نبدأ معاكم بالمحركات، نبدأها مع البي ام دبليو. BMW هنا محرك الأربعة سلندر سعته 2 لتر توربو، يولد قوة 184 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، مرتبطة بناقل حركة 8 سرعات دفع رباعي كام كت هنا. أما المرسيدس فعندنا محرك أربعة سلندر سعته 1.5 لتر، يولد قوة 204 حصان وعزم دوران أيضا 300 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة 9 سرعات دفع خلفي. طبعا في شيء يجي عليه دفع رباعي، في شيء يجي هنا دفع خلفي ايضا، تختلف المواصفات. المرسيدس عليه كانظمه امان 6 حساسات اماميه، كذلك الامر البي ام دبليو. المرسيدس قد يتوفر بعض منه عليه كاميرات محيطيه، كذلك الامر على البي ام دبليو. الرادار موجود هنا، تنبيه خروج عن مسار، تنبيه التصادم، كل هذه الامور موجوده. هنا عندنا فقط انه الام كت رياضيه اكثر فعليا، هنا لا عندنا الكلاسيك، خلينا نقول لاكجري، مو بالاي ام جي فعليا اللي فيها طابع الرياضي، لا هنا اللاكجري اكثر. الواجهات ترجع كمساله ذوقيه صراحه، الانارات ككل فل اللي دي سواء كان البي ام دبليو او المرسيدس، زي ما تشوفون امامكم ما شاء الله ككل انارات جميله جدا. الشبك شو اتكلم شو اقول، صدق يعني كل شركه تقول انا احسن. فهذه ككل كواجهات اماميه. من الجانب عندنا الجنوط، المقاس 16 انش ككل البي ام دبليو او المرسيدس، لكن المرسيدس جاي بتصميم لاكجري اكثر ومكحله باللون الاسود، الكليبرات جايه ساده، خلينا نتكلم باللون الفضي وعليها كتابه المرسيدس بنز. مرايه تطوير الكترونيا، الدخول الذكي، نلاحظ عندنا الكروم هنا واضح، فتحه سقف بانوراميه، خزان الوقود من جهه اليمين، اناره خلفيه ايضا فل الاي دي، مخارج العادم هنا وهميه وليست حقيقيه، 6 حساسات خلفيه بالاضافه الى الكاميرا الخلفيه، عندنا كتابه السي 200 شعار الوكيل اللي هو الجفالي، كذلك الامر عند الشنطه الخلفيه كهربائيا، وهذه باكسسواراتها ويجي معها اطار احتياطي من الوكاله. طبعا هذه اللي امامكم وارد جفالي كمرسيدس. نجي للبي ام دبليو، الجنوط ايضا مقاس 16 انش ولكن جايب تصميم رياضي اكثر، كليبرات جايب اللون الاحمر وعليها كتابه الام كت، كذلك الامر مرايه تطوير الكترونيه، دخول ذكي هنا، فتحه سقف كبيره وليست بانورامية ولكنه فعليا تعادل البانوراما كاحتياج. هذه من الجانب، لاحظ هنا عندنا الكروم جاي اسود لامع، جناح خلفي هنا كتابة الاكس درايف، 6 حساسات خلفية، مخارج العادم حقيقية وانارة خلفية كذلك الامر فل الاي دي، جميلة جدا الصدق. شنطة خلفية ايضا كهربائية، تفتح تتقفل، ما فيها اطار احتياطي. كتابة 320 i دلالة على الفئة، هنا عندنا كتابة السي 200 دلالة ايضا على الفئة. نجي الان لموضوع جدا مهم، هو صرفية الوقود. سعة خزان الوقود في المرسيدس حوالي 66 لتر، اللتر الواحد يمشيها 16 كيلو فاصلة 5، تقييم ممتاز، بنزين 95. اما عن البي ام دبليو مو موجودة بطاقتها ولكن طلعتها من الوكالة، اللتر الواحد يمشيها 16 كيلو فاصلة 8، تقييم ممتاز وايضا بنزين 95، ساعة خزان الوقود هنا 60 لتر. هذه السيارات ككل من الخلف، اعطونا رايكم ايش تختارون. انا صراحة اشوف انه البي ام دبليو متفوقة بالطابع الرياضي اكثر من المرسيدس. نجي الان للبي ام دبليو وناخذ عليها نظرة داخلية ككل، وننتقل للمرسيدس من الخلف. لاحظ عندنا مقاعد جايه بالجلد باللون العنابي، احزمه جايه شعار او الوان شعار الام كت، مسند وسطي، حامله اكواب، تحكم في التكييف الخلفي، السعر الخلفيه يتقاربون صراحه لكن المرسيدس اوسع نوعا ما. هذه كسقف جايه باللون الاسود،
عليها إنارة LED. طبعا الأبواب مو بشفط عادية، مقاطعة مية. التحكم في المقاعد الأمامية جاي كهربائي. عندنا ذاكرتين لحفظ وضعية مقعد الساق. التحكم ككل في رصاص السنتر لوك والزجاج كلها أوتو. إنارة محيطية وتحكم في الإنارة الخارجية والداخلية. عجلة القيادة جاية يدوية وليست كهربائية. هذه هي من الداخل ما عليها بروجيكتر. الشاشات استحدثت وجت نظام تشغيلي جديد وجريء وجميل صراحة. تشغيل من هنا. نافيجيشن كار بلاي اندرويد اوتو. وصراحة كثير كثير من خصائص على البي ام دبليو هنا. كلوز مسج. خصائص جدا عديدة ما ودي اطول فيها. كاميرا خلفية ايضا موجودة على السيارة. الاعدادات اللي جايه بتصميم جميل جدا كشاشة. تبديل خلف المقود. وش بعد؟ الجلود ما شاء الله حدث ولا حرج. شحن وايرلس. منافذ الطاقة. تحكم في وضعيات القيادة وغيرها. الجير اللي جايه بتصميم جريء وجميل ايضا. الماوس للتحكم في الشاشة. الفورميكر المستخدمة على السيارة تختلف طبعا على حسب طلب، لانه قد يتوفر كربون فايبر ويكون اجمل صراحة. السقف جاي اسود مو بشاموا ولا كنتارا. انارة السقف جاية كذلك الامر. اللي دي مميزة على البي ام دبليو. هذه بكل اختصار وشرح جدا سريع ما عليه تخشيب اكثر، لانه زي ما قلت لكم هذه رياضيه اكثر من انها تكون لاكجري كفخامه، يعني تكون رياضي هنا اكثر. اناره محيطيه موزعه زي ما تشوفون هنا عند الابواب هنا ايضا. انا ما اعتقد برضو والله ماني متاكد هنا او لا، بس لانه فعليا انا اصور بالشمس فمو واضح لي شيء. فهذه هي البي ام دبليو من الداخل. قائمه الشاشه تطول بشكل جدا كبير، فما ودي اشرحها وتفلسف عشان تكون مقارنه سريعه ولطيفه. هذه كداخلية للبي ام دبليو. نجي الآن للمرسيدس. نلاحظ عندنا مقاعد خلفية أو ككل مقاعد الأساسية، يعني جاية جلد باللون الجملي والأسود. عندنا ستاير جانبية يدوية زي ما تشوفون كيف. البيانو بلاك. طبعا كساعة خلفية نفس الكلام، مساحتها صراحة ما تناسب طوال القامة كثير. إنارة السقف أيضا LED. هنا في فتحة سقف بانورامية. تحكم في التكييف الخلفي كفتحات، ما في تحكم يعني كامل لا، بس تحكم في الفتحات يعني وين توجه الهواء وكذا. مسند وسطي وحاملات أكواب. هذه السي كلاس من الخلف صراحة يعني لاكجري أكثر، ولكنه تمنيت يكون يكمل اللاكجري يكون في تخشيب هنا على الأقل. بس فعليا هي تختلف كمواصفات، عادي تقدر تطلبها من الوكالة يكون في تخشيب هنا. فهذه من الخلف ككل. طبعا نقاط عمياء، دخول ذكي، كل هذه الامور موجوده. نتاكد ابواب شفط ولا لا، عليها ابواب شفط كذلك الامر. طيب نارة على الاوتو. عندنا هنا ثلاث ذاكرات لحفظ وضعيه مقعد الساق والراكب. سنتر لوك للزجاج والابواب. والتحكم في هذه الخصائص ما يحتاج ننوه عليها. المقاعد الاماميه كذلك الامر تحكم فيها كهربائي. جرانت الكتروني ايضا بي ام دبليو. الاناره تحكم فيها. عجله القياده هنا تحكم فيها كهربائي بخلاف البي ام دبليو. ونلاحظ هنا عندنا تخشيب جميل صراحة. هذه هي السي كلاس من الداخل. شغلها وشي نقول بسم الله. صراحة لو خيرت بحتار الصدق يعني ينقال، لأن ما شاء الله كل وحدة تقول الزين عندي. نلاحظ عندنا إنارة محيطية كذلك الأمر. التخشيب يعني أنا أحب التخشيب باللون هذا والخامة هذه اللي يكون مطفي ما يكون لمع. الشاشة الوسطية شاشة الاعدادات ما عليها بروجيكتر ايضا. في فئات تقدر تطلب بروجيكتر. عجلة قيادة اللي هي خاصة في الاي ام جي، مفروض تجري كلاسيك لكن صراحة جاية خاصة في الاي ام جي كعجلة قيادة. تبديل خلف المقود وتتحكم في الخصائص وغيرها من هذه الامور. هذه الاعدادات معروفة على المرسيدس يعني ما يحتاج نشرحها كثير نتفلسف. عندنا وضعيات القيادة الايكو والسبورت والنورمال والكومفورت. تتغير الثيمات ككل. شوفوا من هنا دقيقة معليش. ايوه تغير ثيمات ككل. في المنتصف هنا ايضا الشاشه الوسطيه وتطور قائمتها بشكل جدا كبير. ما فيها الا كاميرا خلفيه كاربلاي اندرويد اوتو. كل شيء انا قلت ما فيها الا كاميرا خلفيه، ما فيها اربع كاميرات يعني، كاميرا خلفيه فقط. اناره محيطيه موجوده هنا كذلك الامر. زر التشغيل، نظام الاوتو ستارت ستوب هنا في المنتصف. حاملات اكواب. الشاحن وايرلس انا ما اعتقد، مع يو اس بي تايب سي. ايضا اناره محيطيه في فتحات التكييف. التخشيب شوفوا كيف، شوفوا مع الشمس كلاسيكي وجميل الى بعد درجه صراحه. مسند وسطي ايضا ممكن ما شرحته في البي ام دبليو، ولكنه ايضا هذا الشيء بديهي موجود يعني.
عندنا مراية تعتمد تلقائي، نارة هنا أيضا محيطية موجودة، التحكم في فتحة السقف البانورامية، هذا الشيء المختلف عن البي ام دبليو. في أشياء ممكن ما شرحتها هنا ولكن بديهي موجودة، يعني شماسات بمراية وإنارة أكيد كصانع أوروبي حاطها هنا ولا هنا. فبرضو هذه المرسيدس سي كلاس ككل من الداخل، موضوع أنه والله يزيد اختار هذه ولا هذه، الموضوع يرجع لك بشكل جدا كبير، لأنه أنت تقدر تخصص مواصفات على حسب ذوقك، وش تبي، لون الخشب، لون الجلد، الدايموند تبغاه على المقاعد ولا لا، وش تبي يخصصونه لك كلا الشركتين. فهذه ككل مرسيدس سي كلاس من الداخل. ولا هنا وصلنا إلى نهاية المقارنة لهذا اليوم، إن شاء الله أنها تكون مقارنة خفيفة ولطيفة وتبين لك إيش الفروقات بينهم. زي ما قلت وارجع أعيد، المواصفات تختلف بحسب الطلب، ولكن المتاح لك قرر شوف بينهم يعني بشكل عام. سعر البي ام دبليو هنا قرابة 305,000 ريال شامل الضريبة، أما عن سعر المرسيدس فهي 310,000 أيضا شاملة للضريبة، كلهم موديل 23، كلهم مواصفات جميلة ويتنافسون فعليا مع بعض. أنتم مش تختارون؟ أعطونا رأيكم. أنا صراحة كفتي تروح لي البي ام دبليو، لأنه الطابع فيها رياضي أكثر من أنه يكون لاكجري عن الموجود في المرسيدس. تختلف الأذواق وتختلف الخدمات المقدمة من قبل كل وكيل لهذه السيارتين. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا تضيفوني على بقية حساباتي تيك توك، سناب شات، وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة مرة أخرى، وفمان الله.